الطويله ثم الغازي يفك الكره وتلعب الميوي المراد الهذلي يمدها لجبالي وجبالي وحلوه حلوه البونت الاول جبالي 1-0 في ال 24 مينوت داخلين في ال 25 دونك جبالي منيوي منيوي يهز الكره نتاعو يدور باش يحط كره باهي الجيست اللي عمله باهي يدخل للتزويد توا تخرج كره باهي للجزائري 2-0 2-0 في ال 82 مينوت وي في الدقيقه 82 دونك